السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أكمل لعبة نيبر سكيب روم. البارت اللي راح صار انقطاع على الأخير، طبعا انقطع البث وأنا ما أدري، ومع الأسف حليت لغزين وأنا ما أدري، بس راح أشرح عليكم. طبعا هو انقطع البث لما أنا خلصت غرفة البنت هذه، فبعد ما تخلص غرفة البنت هذه راح تحصل، ما أدري إذا هذا الشيء تسجل أو لا، راح تحصل على صورة البنت وخلفها الرمز وعلى مفتاح. تنزل من هنا على طول وتروح للغرفة اللي على يسارك، يجيك غرفة البيانو. الحين راح أشرح لكم اللغزين اللي ما تسجلوا. طبعا هنا في جريدة عن حادث سيارة مهم، يعني في لغز بيجيك بعدين. في عندك لغز هنا إلى علاقة ب عبوات المشروب هذا اللي تشوفها موزعة في اللعبة، يعني عندك مثلا هذا واحد، في عندكم واحد هنا، في عندكم واحد هناك في الطابق الثاني مقابل غرفة البنت، في عندكم واحدة في المطبخ، وفي عندكم واحدة في الجراج. راح نجي لها. يعني طبعا اول لغز تقابله هو هذا، يبغوك تحرك هذولا يعني السويتشات او الدايل. طبعا عشان تعرف تحل هذا اللغز تاخذ الرموز حقها. فاول شيء عندك اول واحدة فيهم اللي هو البتش، يعني الصوت حقها، هذا ظهر انه راديو. فتدور طبعا عشان تحل هذا اللغز تعتبر السويتشات هذه الأربعة تمثل الرفوف الأربعة هذه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني السويتش الأول هو هذا والرفوف الأولى. فتبحث عن الرمز فراح تلقى نفس الرمز اللي هو البيتش موجود في الراديو إذا أنتم شايفين اللي هو هذا. فهذا تشوفه فين؟ في الرف الثاني. فتحط هذا زي ما انتم شايفين على الرف الثاني. الفوليوم نفس الشيء، تشوف رمزه وتبحث عن رمزه بنفس المكان اللي يقابل الثاني. راح تشوفه لو تلاحظوا الصورة هذه تحت، راح تشوفوه تحت في البرواز، فتحطوه في مكانها يعني في الأخير كلش. فزي ما انتم شايفين الفوليوم يعني حطيتها تحت كلش. بعدين يجيك الفريكوينسي نفس الشيء، تبحث عن رمزه في الرف الثالث، راح تلاقيه في الكتاب اللي فوق اللي هو هذا الثاني واحد. شفتوا كيف الرمز نفسه؟ فبما انه اعلى شيء فتحطه، هو نفس الشيء اعلى شيء. الأخير اللي هو الـ RBRM أتوقع، أو الـ RBM، نفس الشيء تبحث عن رمزه بآخر الرفوف، راح تلقاه هنا في الشتلة هذه، وفي الشتلة الزينة اللي فيها نفس الـ RBM، فنفس الشيء فتحت في الأخير. فهذا هو حل اللغز، أول واحدة تحطها في النص، الثانية تحت كلش، الثالث فوق كلش، الرابع تحت كلش. راح يفتح لك هذا الكلو، هذا الكلو هو اللي راح يعني يساعدك في حل لغز البيانو. يعني عندك هنا بيانو وفي مفاتيح يبغوك مرقمة، يبغوك تدخلها يعني ترتيب معين. وهنا حاط لك يعني هنت يقول لك ميوزيكال فيرتكس. فيرتكس هي رؤوس الشكل الهندسي، يعني المثلث فيه ثلاثة رؤوس، يعني ثلاثة فيرتكس، المربع فيه أربع رؤوس، أربع فيرتكس، هذه معناها. فأنت هنا يعني هذا الهنت بساعدك في حل هذا اللغز. فهنا عشان تحل هذا اللغز الرفوف فيها كتب، طبعا مو مرتب يعني بشكل عشوائي، فيها كتب وفي بعض الكتب فيها أرقام واحد من يعني من واحد إلى ستة بالروماني، 1 2 3 4 5 6. فتدور مثلا عن رقم واحد وتشوف الرمز اللي له، الرمز اللي له واحد من هذولا. مثلا خلنا نفترض ان رمز واحد، ان الكتاب واحد، الكلمة اللي فيه اول رمز فيها هذا الاول، يصير اول شيء المثلث. يعني اعطيكم مثال،
الحين خلنا نحله بشكل عملي، نبحث عن الكتاب اللي فيه الرقم 1. مش هنا ولا هنا، الرقم 1 يمكن يكون هنا، لا هنا 2، شوي خارب طوقات يعني، ده ما تكون مركز ياخذ وقت. أوكي هنا لقيته، اللي هو هذا اللي هو 3-1 في الصف 8-1-2-3. لاحظوا أن أول حرف في الكلمة هذه اللي زي الفاي، فتدور الرمز هذا اللي زي الفاي تشوفه هنا، اللي هو يصير رابع رمز. فبما أنك ترقم 1 تختار 1 يعني 1 وهذا الرمز، ففي شكل V، شكل ال V في رأس واحد، فأول رقم راح يكون 1. طبعا أنا حليتها فما بقدر أحلها، بس أول رقم هو 1. طيب الحين تبحث عن رقم 2، تبحث عن، أتوقع أنا شفته هنا رقم 2، أيوة هنا. لاحظوا ثالث كتاب في الصف الأولى ده البني، شوف الرمز اللي بعده زي حرف الاس او الزد المقلوب، تدور على الزد المقلوب هنا في الرموز راح تلاقي ثاني واحد زي الزد او الان، الان المقلوب، تروح الى الثاني، ثاني خانة لان احنا رقم 2، تشوف شكل خماسي، الخماسي فيه كم؟ 5 فيرتكس، 5 رؤوس، الرقم الثاني 5 1 5. طيب تروح لرقم 3، رقم 3 هنا الكتاب الثاني في الصف الأول هذا، شوف الرمز اللي بعده يعني أول حرف من الكلمة يعني حرف زي الإكس كذي بس في خط، تدور عليه راح تلقى الرمز الثالث، وتروح للثالث خانة واحد، ثالث خانة مربع يعني 4 يعني 1 5 4. أوكي تروح لرقم 4، رقم 4 اللي هو هذا على طول شفنا هذا 4، وهذا الرمز اللي زي الرجل المقلوب اللي هو يكون أول واحد أول، فتروح لرقم 4 مثلث فثلاثة 1 5 4 3. طيب تروح للخمسة، تبحث عن 5 راح تلقاها هنا، هذه 5، رقم 5 أول حرف في الكلمة اللي زي الإي، تروح له اللي زي الإي، وتروح له الخامس مربع فأربعة 1 5 4 3 4. آخر رقم 6 نشوفه، آخر رقم 6 راح تلقى وينك، دائما اطول في السادس، مش هنا ايوه هنا. رابع كتاب من الصف الثاني هذا 6، نفس الشيء رمز اللي زي الإكس، تروح لرمز اللي زي الإكس وآخر خانة، وطبعا في الثالث ثالث رمز آخر خانة زي البيضاوي بس مقمم ومقمم من فوق وتحت يعني في فيرتكس 2، آخر رقم 2. فالرقم بعطيه الرقم اللي يعني ما فهم هذا اللغز، إذا ما فهمت اللغز ادخل هذا الرقم اللي بقوله،
1-5-4-3-4-2 1-5-4-3-4-2 أوكي؟ طيب يجيك بينفتح لك، طبعا هذا بيكون مسكر، بينفتح لك بتشوف هذا الكلو حق حل المشروبات. طبعا هذا يعني سهل، تبحث عن المشروب المكتوب، أول واحد اسمه جراند وشي، هذا تضغطها مرتين تبحث عنه في كل مكان. هذا المشروب يجي مثلا هنا، لا هذا اسمه ماغنت ما نحتاجه، يجي مثلا هنا أوكي هذا هو، هذا اللي اسمه جراند، جراند مافين ما أدري، هذا هو المطلوب. شوفوا شعارة تاج، فنضغط التاج، رمز التاج مرتين زي ما موجود في الكلو، هذا نضغطها مرتين. أوكي نروح للرمز الثاني، الرمز الثاني بلاك ليكوار أو بلوند، بلوند ليكوار الشراب الأشقر، هذا مرة واحدة. طبعا هذا ماغنت وهذا ما أدري إيش، نبحثه في كل مكان، يعني نروح كل الغرف اللي احنا شفنا فيها مشروبات. هذا اسمه، هذا اسمه ما أدري ليش مصغر الخط، حسبي الله عليه، تينيسي، تينيسي ويسكي الظاهرة، بس مش مو هو يعني. طيب في حاجة، في مشروب هنا في الجراج، هذا اسمه نيكرونيك، يمكن يكون المشروب اللي موجود فوق في الطابق الثاني، الطابق الثاني فيه. طبعا تحتاج تشوف المشروبات عشان تشوف الرمز حقها. أيوة هذا هو بلوند ليكوار، هذا هو، شوف رمزه زي زي الطير، صقر ما أدري إيش، هذا تضغطها مرة. تبحث عن رمزه اللي هو، اللي هو هذا مرة واحدة. طيب شوف ثالث واحد، ثالث واحد اسمه نيكرونيك اللي هو في الجراج، تضغطه ثلاث مرات خلنا نشوف رمزه. اوكي الرمز اللي هو زي زي الطائرة، هذا تضغطه ثلاث مرات. هي رمزه هذا، 1-2-3 كان رمز الرابع تينيسي ويسكي اللي في المطبخ، تضغطها مرة واحدة. تينيسي ويسكي كأنه حصان، بس خلنا نشيك أفضل. إيه رمز الحصان، شوف يعني من ردات اللعبة ان حاط لك بس مشروبين تكبر تسوي زوم والباقي مو حاط. اللعبة دي فيها اخطاء كثيرة زايدة من صعوبتها، اللي هو الحصان هذا مرة. اوكي اخر رمز ماغنت اللي هو موجود يعني في نفس اللغز اربع مرات، الماغنت رمزه نتأكد. اوكي اللي زي ما ادري ايش اللي هو يصير، اللي هو اول واحد هذا اربع مرات، يعني حل اللغز. بتجيك بتحصل على مفتاح وبتحصل على صورة فيها مدينة فيها رمز. طبعا هدول كل الصور فيها اسماء، لو تلاحظوا الاسماء اللي فيها موجودة في الساعات، يعني مثلا هادي هي رمز مكتوب إلايزي، شوف هذه الساعة إلايزي رمزها، الصورة اللي تونا حصلناها اسمها بليس، بليسفيل
بالنسبة لهذه، وكلهم بهالشكل. هذا السيليفان اللي هي الطفلة، راح نحتاجها بعدين. اوكي حصلنا مفتاح، المفتاح هذا وقع تفتح اخر غرفة في الدور. فتحنا هذه، فتحنا هذه، فتحنا هذه، فتحنا هذه اللي هي هذه الغرفة. هذه الغرفة هي اكثر غرفة انا خايف منها، لان فيها الغاز صعبة، وفيها فيها لغز صعب جدا سلايد، وفيها لغز يمكن يصير فيه باجز. الوكثرو يعني تعبني بالموت اني اقدر احله، ان شاء الله ما يتكرر. اوكي هذه معلومات. طبعا الحين اصعب لغز في اللعبة اللي انا متخوف منه اللي هو هذا سلايد. 1 2 3 4 5 في 3 ان شاء الله اقدر اني احله بسم الله. سويت فيه استراتيجية ان البداية احط يعني احل اول عمود واخر سطر، كان اخذ وقت طويل فيه. اوكي مرة كريهة الغاز السلايد، مرة كريهة. لا خطأ، المفروض أجيب هذاك. أوكي يمكن الحين يمدينا نخلص على الأقل. أوكي خلصنا أول عمود، بين الرو اللي تحت. لا مش هذا، كان يكون هذا، كان هذا شو. اوكي هذا صح. المفروض والمفروض لو قلبتهم لا لا خطأ. أنا مش قوي مرة في السلايد.
اوكي باقي باقي اجيب هذا هنا اوكي خلصنا اول عمود العمود اللي على اليسار اليمين والرول الاخير تحت اوكي الحين ما ادري هذا راح يمدينا هاي الدوخه بن صار 4-2 صار عندنا 4-2 هذا طبعا هذه هنا لا لا اتوقع يمكن انها اجي يب الحين صار عندنا 3-2 هل لازم يصير فوق كان الحين صار عندك 2-2 بس ما ادري اذا راح اجي اوف اللهم صل على محمد وحاو زين الحال كريه 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 اعجز وانا اقول كريه واو طبعا هذا كلو حق هذا اللغز طبعا خلصنا منه بس ما خلصنا وما خلصنا ان هذا اللغز كريه في عندك كتب في باق الكتب اللي على الأطراف ما تنحل ما أدري ليه يعني السلوت ما يركب الووك ثرو الأول ركب بطلعة الروح هذه مشكلة كريهة راح نصادفها يعني نفس مثلا هنا طبعا الخط صغير يعني الأشياء الآيتم صغيرة يمكن حتى ما تشوفوا الألوان هذا أحمر ما أدري وردي يعني تدور كتاب الطرف اللي لهنا أخضر وأزرق أو أحمر وأزرق له ممكن يكون هذا
طبعا لا فن يمكن يكون هذا. بعدين تبحث عن كتاب أخضر وأصفر. أخضر وص ما في أخضر. لا لا في هذا. بعدين تبحث عن أحمر وأزرق. أتوقع أنه هذا. إلا على الأطراف بطلع روحنا. بعدين أصفر وأخضر ما أدري أزرق. شوف الحين يبغالنا نحط هذا هنا وهذا هنا، بس هذا الشيء نتعب تأهف زين والله نتعب نتعب تعب ما تتخيلوا عشان هذا يزبط. هذه من أخطاء اللعبة الكريهة جدا جدا جدا. طبعا إذا تحط هذا المفروض أن ننحل. ما يرضى مارش وضع السلوت. أوف الحمد لله. طبعا هنا لما أشيل في عندك هني لغز باسورد يبغاك تحط هالأشكال هذه بترتيب معين. يعني قصدي يبغوك تحط يعني أعدادهم، يعني أول رمز هذا زي الثلاثي تحط رقم معين له، وهذاك اللي زي الشعار لين يانج، بعد كم عدد والديب والبطة. هذا هنا يجي دور هذا اللغز. شفتوا هذا الشكل الخط كذي وكذي، تمشي بهالطريقة في هالكتب. يعني في هالكتب هذه تمشي في نفس هالشكل بنفس اللي في الصورة. بعدين هنا 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 وبعدين هنا، وخلال هذا المسار تشوف العدد. ففي البداية احنا نبغى نبحث عن اعداد الشيء الثلاثي هذا. هنمشي اوكي حصلنا واحد الثاني اثنين كثلاثة أربعة. بدنا أربعة منا، أول رقم أربعة. كبعدين لين يانج نفس المسار. كواحد حصلنا واحد اثنين اثنين بس لين يانج اثنين. اوكي الديب كواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الديب خمسة. كالبطة كواحد كاثنين ثلاثة. البطة ثلاثة. كهذا هو الحال. بينفتح لك هذا الشيء، تحصل كلوح حق لغز الراديو، وتحصل مفتاح حق الخزانة. في خزانة هنا مقفلة اللي هي أتوقع هذه كانت انفتح. أوكي خلنا نحل أول شيء لغز الراديو. طبعا هنا عندك كاتبين لك أليرت وتيرن. مرة الخط صغير حسبي الله عليه. Thank you.
اليرت تيرن اليرت راد. في اقول لك واحده صح، يعني مو الثنتين صح، واحده صح وواحده خطا. هنا اقول لك ثنتينهم خطا، هنا يقول لك صح على هذه، هنا واحده صح. طبعا في حاجه هنا، هنا يقول لك ثنتينهم خطا فوليوم واس ان زد، وهنا في عندك فوليوم اس ان از اقول لك واحده صح، يعني اكيد هذا صح. لا مشكله الدريفت، مشكله كريهه جدا جدا. خلنا اطلع. اوكي ليش مصغر الخط ابن الحرام. alert time هذه صح، هذول الثنتين هم صح. انا نجرب alert، ناس انا اللغز alert. turn time بعدين عندك تايم تايم. بعدين تايم فوليوم. اوف بس ما عندك شيء للفوليوم. واحدة صح، خلنا نفترض ان الصح تيرن تايم تايم. او نقول اليرت تيرن، خلنا نقول اليرت تيرن. بعدين نقول تايم تايم. بعدين فوليوم. بعدين راد. اوكي شوف اشر لك على هذا، وهنا حط لك الهوم يقصد الساعة صفر. الحين تقريبا احنا عندنا كل او خلنا نحل هذا اول. بعدين هذا الفكرة انك تخليهم كلهم اخضر. مره المرة الاولى خربط وجوي هاي. وهي خربة. ما في المرة الأولى جاي جمعاي بسرعة. ما يمكن بهالشكل. إيه والله بهالشكل. لا بس بيطلع عند بصير عندك. بس هذول يمكن يمديك انك
لو بدينا بالزوايا آخر مرة كيف حليتها قبل؟ لا غلط، والله في المرة الأولى بسهولة، بس مو متذكر ايش سويت. مو متذكر بديت كيف.
ايوه هذه هي، هذا اللي سويته. خدت وقت طويل والله، الوقت ثرو الاول بسرعه. اوف هذا اللغز، واكره لغز في اللعبه، وانا سكبته صراحه، استخدمت الهنتات. يبغوك تبحث عن قاتل، في اشياء كثيره تقراها، وانا مالي خلق القرايه. لغز تحقيق، صارت حادثة وفي يعني مع الشباب، هذه مجموعة الشباب. وأقول لك هنا find the culprits، ابحث عن المذنبين. ويبغوك تبحث مجموعة 4 و5 من هذولا. شوف في بعضهم كثير مو مذكور أسمائهم، يعني هم صعبها مرة. في كم تقريبا 1 2 3 4 5 6 8 أشخاص مو مذكورة، وتقرأ أشياء كثيرة. يعني أنا مثلا هذه أم الشعر الأخضر عرفت اسمها من خلال الأشياء. يعني تقرأ أشياء كثيرة كلها ما هي يعني ما هي مباشرة. اللغز صعب ومتعب، ويحتاج بعد أنك يصير عندك معرفة بالكلتشر حقهم. أنا سكبت يعني مثلا هنا عندك مجموعة بصمات، بصمة لشخصية اسمها أماندا، واحد اسمها هاري، واحد اسمها ليلي. تبحث مثلا في نفس، عندك أكثر من بورد، يعني 1 2 3 4 5 1 2 3 عندك 5 بوردات. يعني مثلا أعطيكم مثال، هذا مثلا الكرت فيه بصمة، تشوف شكل البصمة. طبعا هذه تذكرة باص، تشوف شكل البصمة هنا اللي هو اللي في النص أماندا، فتعرف أن الشخص اللي استخدم الباص هو أماندا. ويعني أشياء كثيرة، وهذا مقال عن واحدة كانت في جامعة هارفارد. فأنا وش سويت، تعبت في آخر اللعبة فاستخدمت الهنتس. طبعا مو كل الألغاز فيها هنتس، فيها ألغاز كثيرة صعبة ما فيها هنتس، بس هذه اللغز أتوقع المطور يعني عرف أن هذا مرة صعب ويحتاج حتى معرفة بالكلتشر. أنا ريحت نفسي على طول، يعطيك اللي تستثنيهم. أنا أول فتحتهم كلهم، ريحت راسي من يعني من استثني اللي هو حط عليهم إكس. يعني تقدر تقوله هذا ما حليت أنا، نستثنيهم. هذه الشعر الأخضر، البنت الشجرة، بعدين اوكي هارفارد الشعر الابيض، اوكي هذه الشعر الابيض. كاخر واحدة الصينية الاحمر، اوكي هذا بس خلنا نتأكد. فهم عددهم 1 2 3 4 5، هو يبغى 5، وأعطاك كل شيء، بقى بس واحدة أنت تستثنيها. أنا قمت يعني بعد ما استخدمت الهنت قاعد تجرب، هذا هو الحال. ريح راسك، لغز ابن كلب. طبعا هذا لازم تحل لغز ساعة، وأعطاك تذكرة حق المرحلة الأخيرة، الباب الأخير. أوكي بس تحتاج تحل لغز الساعة. طبعا يوم حلينا هذا الهوم، طبعا الهوم قال لك 00 يعني 12، يبغى لك وأشر لك على هذه اللوحة. لو تلاحظوا هذه اللوحة فيها رموز، هذه الرموز اللي احنا في الصور راح نستخدمها. يعني مثلا نجي لها الصورة، فيها إلايزا ورمزها هذا زي الوردة. نبحث عنه أنه مو هذا، كاتب لك ناقص 3، يعني تنقص 3 ساعات من الهوم حق إلايزا، فهذا تنقص 3. 1 2 3 أوكي تجي إلى
جوناثان على هذه الصورة بليس فيل علامتها زي المرسيدس ناقص 8. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان. طيب كأجلها الصورة سيليفان هذه ناقص 5. كسيليفان هذه 1 2 3 4 5. بعدين يبقى جايزة بيني فيلي هنا في الوصفة، لأن لو تلاحظوا ذكرت إن المكان مكان البليس أوف بيث بيني فيلي، فتأخذ هذا الرمز اللي زي 1 2 3 زي الوردة فيها 8 رؤوس تبحث عنه. كلا هو هذا أو هذا كهذا الهوم هذا ناقص 2، لا زائد 2 بين اللي هو بين فيل زائد 2 تزيد 2 يعني يصير الساعة 2. اوكي وش بقى علينا؟ سوينا سيليفان، بقت هذه اخر واحدة يبديك وبس. بس خلنا نشوفها. طبعا يومين في الرسالة، هي هذا الرسالة يتكلم لك عن مدينة، لو تقراها شوف مكتوب كلمة لومير ما أدري إيش. I know you in a better place but شوف هنا الباراجراف الثالث آخر سطر، I've moved to an abandoned village in Lumena. وهذا رمزها اللي زي مربع في ضرب اللي هو هذه. ما أدري هذا مش واضح، يعني صاير في النص ما بين زائد 4 زائد 5. هذا ما فهمته صراحة. آخر واحد امشي وبس لأنه ما بقى له مش دقيق، يعني يمكن تكون مو هي، امشي وبس تصير 6. ما أدري كيف، يمكن لازم أقراها. مشكلة الخط صغير، هذا ابن الذين مصغر الخط ومطلع روحنا. طبعا بيجيك في باب هنا بداية اللعبة شفناه، تحط الكارت وتحط الباسورد. الباسورد حسب هذا اللي أخذناه تأخذه من الساعات، وحسب الترتيب هذا اللي عندك 1 2 3، يعني أول رقم راح يكون هادي 9 لأن حاطها 1، بعدين راح يكون هادي اللي على الطرف 2 يعني 9 12، كبعدين 9 12 بعدين 4 9 12 4.
الساعة 12:04 بعدين 2 9 12:04 2 9 12:04 2 7 6 9 12:04 2 7 6 ياب. هذه هي المرحلة الأخيرة. أوكي يا شباب، مع الأسف صار انقطاع في هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأخيرة من اللعبة. طبعا أنا ما دريت عن انقطاع التسجيل وحليت آخر لغزين، ما أدري إذا كانوا يعني شكلهم هم لسه ايه، الحمد لله لسه ما انحلوا. يعني اخر سيف لوتو سيف طبعا كان من هالمكان، فحلو جدا، فراح اكمل لكم يعني اخر لغزين في اللعبة. طبعا هذا اللغز من اصعب الالغاز، لو تلاحظوا عندكم 8 اكواد والكود السادس ناقص. يعني شوف هنا 1 2 3 4 5، المفروض 6 بس هو شال 6، حط 7 8 9. وهنا في عندك شنطة، المطلوب يعني في باسورد من 4 أرقام هو الكود السادس، فأنت تحاول تستنتجه من هنا. راح أشرح لكم اللغز. اللغز هذا يعني كل خانة من الخانات فيها كل الأرقام. يعني مثلا لو أخذت الخانة رقم 1 1، بتلقى الخانة رقم 2 بنفس الخانة اللي هي الخانة الأولى، وثلاثة وأربعة إلى غاية 9 فيهم كلهم. من خلال هذا الشيء إحنا راح نعرف يعني كم كود الستة. فنمشي مثلا نقول 1، ناخذ الخانة الأولى، نبحث عن يعني كود الخانة الأولى في 2 اللي هو هذا 2، بعدين نفس الشيء نبحث عن الخانة الأولى 3 اللي هو هذا 3، بعدين 4 هذا هو 4، بعدين 5، بعدين 6، بعدين 7، بعدين 8. نبحث عن 9 ما راح تلقاها، فاحنا نستنتج ان اكيد 9 هي في الخانة او الكود 6 المفقودة. بهذه الطريقة انت بهذه الطريقة تعرف الكود. فأول رقم من كود 6 هو 9، تحط كود الأول أو الرقم الأول من الكود 9. نفس الطريقة مع الخانة الثانية، تدور عن كود من الأكواد 8 الخانة الثانية رقم 1، فما راح تلقى. فنستنتج ان الواحد هو في الكود 6 لانه مفقود. خلنا مثلا نتأكد، نقول مثلا الخانة الثانية رقم 1 موجود في 6، اوكي رقم 2 موجود في 2، ونتبع 3 هنا 4 هنا 5 موجود هنا، اوكي 6 موجود هنا، لازم كلهم موجودين، 7 موجود هنا، 8 موجود هنا، 9 موجود هنا. فاذا فعلا الخانة الكود اللي فيه الخانة الثانية رقم 1 هو 6، فالرقم الثاني هو 6، هو قصدي 1. اوكي نروح للخانة الثالثة ونفس الشيء نبدي من 1 إلى 9. اوكي هذه هي 1 هنا في الخانة الثالثة، نبحث عن 2، اوكي 2 هنا، 3
ثلاثة هنا، الأربعة، أوكي الأربعة هنا، الخمسة، الخمسة هنا، طيب الستة، الستة مو موجودة ولا في واحد في الخانة الثالثة، فنفترض أن الستة موجودة في الكود السادس، بس يعني عشان تتضمن أن النظرية صحيحة تكمل. فالسابع هنا، طبعا قلنا السادس في ستة، السابع هنا، الثامن هنا، التاسع هنا، أكملنا لتسعة. إذن فعلا الخانة المفقودة اللي هي ستة موجودة في الكود السادس. نحط الرقم الثالث ستة. نفس الشيء نسوي مع الخانة الرابعة، رقم واحد هنا، اثنين، لا اثنين هنا، أنا أقرر أحسن، ثلاثة هنا، أربعة، أربعة ما هي موجودة ولا في واحد فيهم الخانة الرابعة، نفترض أنها في السادس ونكمل عشان نتأكد من النظرية. أوكي خمسة، خمسة هنا، ستة، ستة هنا، سبعة، سبعة هنا، ثمانية، ثمانية هنا، تسعة هنا. إذن الرابع، الخانة الرابعة موجودة في الكود السادس، الكود ستة هو اللي الرقم الأخير فيه أربعة. فهذه فكرة اللود من أصعب الألغاز، يعني أنا ما صدقت نفسي كيف حليتها. أوكي هذا هو اللغز الأخير، اللغز الأخير هذا يمكن يخدعك إذا يعني فكرت فيه بصعوبة، تخدعك إذا فكرت مثلا إن معنى اثنين أحمر، إن من الزر الأحمر تمشي مرتين، أنت غلطان. السهم معناه إنك تمشي مرة واحدة، والرقم كم مرة وتو، يعني أنت تمشي مثلا في البداية أعطنك لون أحمر وفي سهم واثنين، معناه إنك تروح للأحمر تمشي حسب السهم يسار وتوقف وتشوف الحين الرقم كم، الرقم اثنين، يعني تضغط مرتين. هذا معنى اللغز، ويحير هذا وصعب إذا ما فهمته. نفس الشيء من الأخضر تمشي سهم، لو يبغاك تمشي خطوتين حط لك سهمين، أو حط لك ثلاثة إذا يمشي، يمشي ثلاث خطوات. هذا اللغز لازم تفهم، الأرقام مو معناها كم مرة تمشي، الأرقام معناها كم مرة تضغط. فتجي عند الأخضر تشوف يقول لك تحرك يمين خطوة واحدة، جينا على الأبيض خلاص تترك السهم تروح للرقم، ثلاث مرات تضغط ثلاث مرات على الأبيض. نفس الشيء الأزرق تنزل خطوة تصير على الأخضر، تضغط أربع مرات، واحد، اثنين، ثلاث، أربع. نفس الشيء الرصاصي خطوة يسار تضغط مرة، تضغط. البنفسجي نفس الشيء، خطوة يمين تضغط ثلاث مرات. هذا هو اللغز الأخير. أوكي بعد ما تخلص اللغز الأخير تدخل هنا زي السجن، تشوف ورقة، الورقة هذه كاتبها الشخص اللي احنا نراقبه صاحب البيت، يعني فحواها أو ملخصها يقول لك إن أنا، يعني يقول لك هو إن أنا أدري أنت يا محقق إنك تراقبني، وإنت يعني بالغت المراقبة، يعني لدرجة تجاوزت القانون أو الصلاحيات المتاحة لك. والظاهر هو اللي رسل لنا الرسالة إن البيت يعني صاحبه راح يغادره، وإذا عشان يعني يصيدنا، وقول إنه هو يراقبنا وهو سمح لك يعني إنك تفتش في غرفه عشان تشبع فضولك، بس في النهاية راح يسجنك هنا، كأنه يعني يقول له أنت يعني ما باقي إلا تدخل في ملابسي. فهذه فحواها وبس، يسلم عليه. بعد ما أنت تزيح الرسالة هذه يطلع لك مشهد، تقفل عليك الباب، وبعدها بتشوف ظل، على الظل الظاهر إلا الشخص اللي احنا نراقبه، يعني كأنهم يقولك هو أصلا راقبك طول اللعبة، وانت تحل الغاز، انت تفكر نفسك انك انت وراه بس في الحقيقة هو اللي وراك. وبس هذه نهاية اللعبة. طبعا القصة مش مهمة في الألعاب،
بس الألغاز زينة وقوية، بس هذه اللعبة خربها الجلتشات. الجلتشات هي اللي خربتها، والخط الصغير يعني الألغاز مو صعبة، بس الكلوات مرة الخط صغير تعور العيون وبس. هذه هي. في طبعا ما يعني احنا شرحت لكم في كل الغاز ما عدا هذاك اللغز اللي فيه تحقيق، زي ما قلت لكم صعب، وهذا يمكن يصلح الى يعني الناس اللي ساكنين في نفس المجتمع. زي في لعبه اسمها سين انفستيجيتر، هذه انا شفتها صعبه، هي لعبه تحقيق، تدخل يعني غرفه زي هالغرف وتحقق في جريمه. الناس اللي هم الامريكان بالنسبة لهم سهلة، لأن مثلا لا خلنا أعطيكم مثال. مثلا إحنا في مجتمعنا إذا أنت قريت معلومة، أنت يعني تحقق في قضية وقريت معلومة إن شخص خريج سجون، أنت تستنتج إن دل خارج من السجن صعب يلقى وظيفة، لأن في مجتمعنا كذي. نفس الشيء الألغاز اللي فيها تحقيق جدا متعمق، لازم يعني انت تعرف المجتمع، لانه يمكن يعطيك معلومه بالنسبه لشخص مو عايش في المجتمع ما تعني له شيء. عشان كذي استخدم فيها الهنتات، يمكن هذا هو اللغز الوحيد لا ما حليته، سويت له سكيب، بس باقي الالغاز يعني كلها حليناها وشرحناها. فبس هذا اللي عندي. اللعبه لو اقيمها هي لعبه مش جيده، وشكلها اول لعبه لهذا الاستديو، محتاج انه يعني يطور نفسه، يكبر الكلو. في أشياء إيجابية، مثلا إذا حليت شيء، زي مثلا إحنا يوم حلينا آخر ساعة اللي هو الهوم، وجه لك على الخريطة، هذا شيء طيب، يعني كان يقول لك أن أنت تملك الأدوات، وصارت في كذا يعني لغز أنك تقل شيء وجه لك على مكان، كان يقول لك هناك المنطقة، هذا شيء ممتاز. بس مع الأسف ما كان يسويها في كل شيء. يعطيكم مثلا السلايد، لغز السلايد الأخير الصعب هذا، لما حليت لكلو ما وجه لك على مثلا الكتب عشان يقول لك ان ترى مرتبطين. انا اخذت وقت طويل يعني لما حليت هذاك اللغز اللي فيه لين يانج الاشياء الثانية، يعني بالموت يعني في الأخير كلش كنت يعني باوصل لجيف اب. طبعا هذا من الالغاز اللي ما فيه هنتات، فكرت قلت يمكن يعني قلت هذا السلايد بازل اكيد ان احنا ما حليناه عبث، اكيد ده الرسم له علاقه، فربطت الرسم بالكتب، بس يعني بصعوبه شديده. فهو يبغى له يعني يحسن هالاشياء هذه، خصوصا يعني زي ما قلت الكلو الصغير الخط، يعني كبر الصور، كبر الكتابه، لا تتعب اللاعب، لا تتعب عيونه، شيل الجلتشات والباجز، يعني هذه الأمور لو إنه يتخلص منها في لعبة القادمة يمكن إنه ينجح. بس هذا اللي عندي، أتمنى إن اللعبة عجبتكم، أشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.